فهمنا النظرية؟ هنحل كل تمارينها لوحدنا؟ أنا عايزة مجموع كبير قوي في الإعدادية. إن شاء الله. أعمل لك حاجة تشربها؟ لا مش عايزة أشرب حاجة. أنا عايزة أفهم بقى أنت فيك إيه؟ كل ما اقول لك تاكل ولا تشرب تاكلي لقمتين وترمي الاكل، تشرب حاجه لا مش عايز، انت زعلان من حاجه؟ احنا مش اتفقنا ان احنا اصحاب وما بنخبيش حاجه عن بعض؟ مش انا بقول لك كل حاجه؟ انا هقول لك بس ما تزعليش مني. لا مش هزعل. جدو يا ماما. جدو زعلك؟ لا لا هو مش بالظبط كده يا ماما، هو انا يعني ما بعرفش اذاكر ولا اقرا منه، لما بيتعب شويه وهو نايم على السرير وما بيقدرش ياخد نفسه، وساعات يا ماما اكون عايزه اذاكر واسهر يقولي في النور عشان هو عايز ينام، وساعات لما اكون انا اللي عايز انام يقولي سيب النور والع علشان هو مش جاي له نوم. وايه تاني؟ هو يعني يا ماما مش المفروض جدي يقعد عندنا شويه وعند خالته ناديه شويه؟ ده حتى هم شقتهم كبيره يعني واسعه وعندهم اوضه للضيوف ممكن يقعد فيها من غير ما يضايق طارق. وانا بقى يا ماما كنتش عايز اقولك عشان عارف ان انت هتزعلي مني. مين قالك ان انا زعلانه منك؟ اذا ما كنتش هتقولي امال هتقولي مين؟ يعني هتقولي لخالته ناديه تيجي تاخد جده يقعد عندها شويه؟ هقول لها، بس في حاجه عايزه اقولها لك الاول. حاجه ايه يا ماما؟ افرض كده انت واختك كبرتوا واتجوزتوا وكل واحد راح في بيته، وانا كمان كبرت وكحكحت وعجزت وما بقتش قادره اقعد لوحدي، ساعتها هعمل ايه؟ تيجي تقعدي عندي او عند فرح اختي. طب افرض بقى ان انا رحت اقعد عند فرح اختك وكانت متجوزه راجل دمه تقيل وشايف انه اي ضيوف عنده تبقى تقيله عليه، هترمي في الشارع؟ لا طبعا، تيجي تقعدي عندنا وانا اشيلك جوانايا يا ماما. يعني مش هضايقك؟ لا وانا الا خلاص يا ماما ما تزعليش مني، انا من هنا ورايح مش هتضايق من جدو في اي حاجه تاني. تامر يا حبيبي، انت من النهارده راجل البيت، والرجوله معناها شهامه وكرم، ولازم تكون كريم الاخلاق مع اقرب الناس ليك، مش كده ولا ايه؟ طبعا يا ماما، وعلى العموم انا من هنا ورايح مش هتضايق من جدو في اي حاجه تاني، ولو على النوم اهو ينام هنا وانا هطلع اذاكر بره. بس اسمعي بقى، لما اكبر بقى واتجوز ويبقى عندي بيت زي ما بتقولي انت كده، هتيجي تعيشي عندنا مش عند اختي عشان انا هديك الدور الاولاني في الفيلا بتاعتي. حبيبي انا عايزه اوضه قد كده صغيره، عايزه بقى مجموع كبير جدا في الاعدادات. يلا بابا. ايوه حبيبتي. اعمل لك فنجان قهوه؟ لا ماليش نفس اي حاجه. ليه بس؟ كفايه الشغل. زهقت من قعده البيت والحفله اللي يوم حر. يوم الجمعه هخرجك حته خروجه بقى ما حصلتش. طيب تعرفي تظبطي القهوه بتاعتي؟ طب هو حد بيعمل لك قهوتك زيي؟ الدكتور قال فنجان واحد بس في اليوم. طب خليهم اتنين. اتنين عشان خاطر حبيب قلبي دودو. عملت لك بقى شوية سوتيه ما حصلش. أنا بقى زهقت من أكل العيانين. لا ده سوتيه كده بالبخار، ده أنا قررت إن احنا لازم كل البيت ياكل 3 مرات سوتيه في الأسبوع. طب والأولاد ذنبهم إيه؟ صحة. ربنا يسعدك ويهنيكي ويعوضك في أولادك زي ما أنت تعبة نفسك معايا. يا ماما. اه هعمل واحده تانية. اللي واخد عقلك ايه اللي ممكن ياخد عقلي غيركو؟ ايه يا بنت انت في ايه؟ ماما انا اللي جايه اسالك النهارده في ايه بالذات، وحكايه الفلوس اللي لقيتها الصبح في العربيه دي. لا دي ما تشغليش نفسك بيها خالص، انت تحطي بس مخك في مذاكرتك. ماما مش احنا اصحاب ومتفقين نحكي لبعض كل حاجه؟ مش انا بحكي لك كل حاجه يا ماما. لا انت ما بتحكيليش ولا حاجه، لا انت ولا تامر، انا لسه قايله له دلوقتي. ليه يا ماما؟ والله العظيم انا عمري ما
حاجه. لا ما قلتليش النهارده عملتي ايه في المدرسه مع مدرسينك واصحابك. عشان عادي زي كل يوم. لا بس في حاجه غريبه حصلت النهارده. ايه بقى اللي حصل النهارده؟ توحه بنت عم مرشدي مش عارفه كان مالها ومالي النهارده بالزيت. مالها ومالك؟ مش عارفه كانت عايزاني اخرج معاها باي شكل من الاشكال. تصوري يا ماما انها طلبت مني اكدب عليكي، قال ايه اقول لك انا رايحه عيد ميلاد واحده صاحبتي عشان اتاخر معاها ونخرج لوحدنا. تخرجي معاها وتكدبي عليا عشان تخرجي معاها؟ لا ده الحكايه دي فيها سر، فيها ان الفن والادب في مصر الفرعونيه، والفن والادب في مصر القبطيه، والفن والادب في مصر الاسلاميه. انا اسفه يا بابا صوتي صحاك. لا بنتي انا شبعت نوم. سبحان الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. بقول لك ايه، اختك ما سالتش عليا النهارده. لا ازاي، دي طلبتك من ساعه، بس انا قلت لها انك انت نايم بترتاح شويه، ما رضيتش اقلقك وصحيك. طيب ايه فرح، في حاجه؟ ماما انا جايه افكر بس بفلوس الدرس، اصل البنات قالوا لي المدرس مش هيستناني. الدنيا مش هتطير كمان اسبوع، وبعدين اذا وحش الفيزياء ده مش هيستناكي، شوفي لك مدرس تاني. خلاص يا ماما اللي تشوفيه. الو، ايوه ايوه موجوده. اقول لها مين؟ طب ثانيه واحده معايا. عشانك. مين؟ ما قالش. افردي بوزك. الله. الو. ايوه انا فاتن. اسمعيني كويس يا ست فاتن واحسبيها صح، والا ما تبقيش تلومي الا نفسك. انت مين؟ احنا مش هنقرب لك انت، لكن عارفين ايه اللي يحرق قلبك كويس. ابنك يكون طالع من مدرسته تخبطه عربية، ولا بنتك العروسة حد يخطفها وما تشوفهاش تاني. اعقلي كده واقصر الشر وبلاش تركب دماغك، وإلا قولي على أولادك يا رحمن يا رحيم. مين اللي كان بيتكلم يا بنتي؟ مفيش حاجة يا بابا. بابا مش هتذكري لي ولا ايه؟ الو. ايوه يا فات، ايه في ايه بتصرخي كده ليه؟ طيب بطلي صريخ. طب اقفلي انا جاي. انا خايفه قوي على اولادي يا وصال. معقول يا فاتن يعني تنزليني في نص الليل عشان مكالمه تليفون؟ بيهددوني باولادي. اللي عايز يعمل حاجه ما بيهددش بالطريقه دي. المساله واضحه، ده سيد الشربيني عشان خاطر موضوع البرج، احنا مسكناه من ايده اللي بتوجعه. حلاوه الروح بقى. طب خلاص ابلغ البوليس. بوليس ايه؟ انا لو شك لحظه واحده انه التهديد ده بجد انا اللي كنت بلغت لك البوليس يا حبيبتي. ده تهويش. طب ما هو التهويش ده ممكن يقلب بجد. هو انت فاكره انه احنا لو بلغنا البوليس هيمشي ورا كل حد من ولادك عسكري؟ يعني ايه يعني؟ جمدي قلبك وسيبي لي الموضوع ده وانا هتصرف. طب بس ريحي قلبي، ناويه تعملي ايه؟ اعمل اللي اعمله بقى يا فات، وتعالي نطلع لولادك، ما لهمش ذنب في الرعب ده. ايه يا ماما في ايه؟ لا حبيبتي مفيش اي حاجه، مفيش حاجه. يلا انت يا وصال عشان ما تتاخريش على ماما. لا يا حبيبتي انا عامله حسابي هبات معاك. يا ريت، ده البيت بيتك، بس انا مش عايزاها تعمل لك مشاكل. في ايه؟ في ايه؟ ردي يا حبيبتي على التليفون. الو. هاي يا مشيره. طب بصي هخش اكلمك من جوه. ها
مسك لي سماعه والنبي يا تامر لغايه ما اخش ارد من جوه. طب ما تذاكري احسن، ها احسن من رد على التليفونات، ايه رايك؟ ليه بس كده يا طنط وصال؟ ما احنا بنذاكر والله وبنحل المسائل بالتليفون. والله بالتليفون دلوقتي حل المسائل بقى بالتليفون؟ احنا ما كناش بنات بقى ولا ذاكر. ذاكر هي مش قالت لك حط السماعه؟ خلي بالك من البيت. تصبح على خير يا عم. مع السلامه يا بنتي. الله يسلم حضرتك. كتر خيرك يا وصال. تصبح على خير. اجملي مفيش حاجه. تحب اسخن لك العشاء يا بابا؟ مين اللي كلمك في التليفون يا بنتي قبل صاحبتك ما تيجي وخوفك بالشكل ده؟ مفيش حد خالص. تخبي عليا يا فاتن؟ خلاص ابوكي ما عدلوش اي اهميه؟ يا ريت تكوني فكرتي كويس وعقلتي يا باشمهندسة، خلينا حلوين مع بعض وبلاش المشاكل، وبدل البهدلة ووجع الدماغ هنفتح لك باب مغارة علي بابا ونقول لك ادخلي واغرفي على قد ما تقدري. صح؟ واحد بيهددني. واحد بيهددك؟ مين ده يا ماما؟ واحد معايا في الشغل. بصوا انا مش خايفه عليا، انا ما اتعودتش اخبي عنكم اي حاجه. والواحد ده ممكن ياذينا بجد يا ماما؟ هو بيهددني بكده. انا بس طالبه منكم طلب واحد، ما تتكلموش مع حد انتم مش عارفينه، ما تخرجوش مع حد انتم مش عارفينه، حتى لو قال لكم ان هو من طرفي ما تخرجوش من باب المدرسه الا وانتم متاكدين ان انا جوه العربيه. بس تثقوا فيا انا ودون توصلي. حاضر.